شو عم ماك شغل الضوء؟ والله ما عندي غير قداحه. عايش قداحه؟ على قداحه. يلا يلا تفضل. عايش هيك لوحدك هون؟ لحالي. الله اكبر. لحالي يا الله. ما بدي. مو طيب هالشتا هيك انت عايش بدون صابه بدون؟ من دون صابه والله. ما عندي لا صابه ولا عندي. لا مطبخ، لا اكل، لا شرب. ليك اذا كان هاليوم جبت هلا قديه انت يا حبه سكر؟ قديه؟ قديه؟ والله حكيت شوي. والله اخوي ليك كيف ما تحركت قلبي بيبكي، جسمي بيبكي، الاكل بيبكي، شربت بيبكي، مرقت من الحياه كلها متمر علي. هلا صار لي سنتين طبخ ما بعرف كيفه ابدا ابدا. هلا الخبزي الحار اذا كان جبت لي حتين بندوره حد البندوره لسه اصعب من هيك حاجات ما في، اصعب من هيك حاجات ما في. والله يا عم الخبز والله يا عم اقوى الايام وعايشها واقوى الحياه باكلها نشفاني خبز. طلع الحيط عليها هذا فوق السنجي البيت تبع الخيمة. تبع الخيمة؟ ايه ليك. لسه أصعب من هيك أخوي ما بدكم. أخوي أنا نفسي عزيزي. نفسي عزيزي. مين عليك من وجهك؟ بس عم قال لك هي أول مرة تحكي بحياتك. بحكي بحياتي لأنه تعبت خالص. استويت من الموقع ما بقى خير.